تحركات أمنية وهجمات متكررة تستهدف حواجز قوات الأسد والميليشيات الإيرانية. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية بريف حمص، ومعلومات عن مقتل قيادي من حزب الله. جرحى بانفجار دراجة مفخخة في عفرين شمال حلب، والشرطة العسكرية تلقي القبض على منفذ العملية. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. لقي أربعة عناصر من قوات الأسد مصرعهم برصاص مجهولين هاجموا حاجزا قرب قرية أم الميادين بريف درعا الشرقي، فيما قتل عنصران من الميليشيات الأفغانية بهجوم شنه عناصر تنظيم الدولة بريف حمص. يوما بعد يوم يزداد الوضع الأمني تعقيدا في مناطق سيطرة الأسد، خطف ومطالبات بفدية واغتيالات وهجمات تتعرض لها قواته في مناطق متعددة من سوريا. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن أربعة عناصر بينهم ضابط ينتمون لقوات الأسد لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف حاجزا على طريق دمشق درعا قرب قرية أم الميادن في ريف درعا الشرقي. تجمع أحرار حوران ذكر أن ضابطا برتبة نقيب من بين القتلى ينحدر من محافظة طرطوس. هجوم آخر شنته خلايا تنظيم الدولة على نقاط حراسة عسكرية مشتركة في بادية السخنة بريف حمص، ونقل موقع نورث بريس الموالي عن مصدر عسكري في قوات الأسد إن مسلحي التنظيم تسللوا إلى نقاط حراسة مشتركة لميليشيا فاطميون الأفغانية الموالية لإيران وقوات الأسد لتندلع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر التنظيم ونقاط الحراسة استمرت قرابة 30 دقيقة. وفي خرق أمني آخر اعتقلت سلطة الأسد قياديا إيرانيا وقرابة 56 عنصرا من مجموعة تتبع له بتهمة التخابر مع التحالف الدولي وإعطاء معلومات عن مقرات وتحركات قيادات الحرس الثوري والميليشيات التابعة له، كما اعتقلت 37 عنصرا من ميليشيات محلية موالية لإيران بذات التهمة وفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط. أحداث تأتي في وقت يطمح فيه الأسد لإجراء تغييرات أمنية على مستوى الصف الأول واجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية في سلطته، ليبقى الوضع الأمني في أسوأ أحواله منعكسا على حياة المدنيين المهددة بفعل سياسات الأسد الأمنية والعسكرية وغيرها. شنت المقاتلات الإسرائيلية هجمات استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية في حمص وريفها، ونقلت وكالة أثر بريس عن مصدر بمديرية صحة حمص أن الحصيلة النهائية للقصف الإسرائيلي جنوب حمص بلغت 7 قتلى و13 جريحا. التقرير والتفاصيل. ما إن تخف وتيرة الغارات الأمريكية حتى يتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق سيطرة سلطة الأسد، آخرها غارات طالت محيط مطار الشعيرات وموقع دفاع جوي بالقرب من دوار تدمر وموقعا في بلدة شنشار وآخر بالقرب من مصفات حمص، كما طال القصف مبنى في حي الحمراء بحمص تقطن فيه شخصيات إيرانية وتعود ملكيته لسيدة من عائلة رسلان وفق منصة INT. وكالة الأنباء سانا التابعة لسلطة الأسد قالت إن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، كما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن منصات الدفاع الجوي تصدت لصواريخ وأسقطت بعضها، إلا أن ناشطون محليون أكدوا أن شظايا صواريخ الدفاع الجوي التابعة لسلطة الأسد تسببت بإصابات في صفوف المدنيين. القصف الإسرائيلي الأخير سبقه بأيام قصف أمريكي استهدف عشرات المواقع لميليشيات تابعة لإيران في سوريا والعراق، قصف ليس الأخير يقول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سولفيان، متوعدا بالمزيد من الضربات ضد الميليشيات المدعومة من إيران رغم إظهار نية محدودية التصعيد. تتبادل إذن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الأدوار،
أو تتناوب في استهداف الميليشيات الإيرانية بسوريا، حيث تركز إسرائيل على أهداف نوعية من شخصيات إيرانية كرضا موسوي وأميد زادة. أما الولايات المتحدة فتقول القيادة المركزية للجيش الأمريكي سينتكوم إنها دمرت بضرباتها البنية التحتية لمواقع قوات النخبة الإيرانية في سوريا والعراق، الأمر الذي نفته إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني. تشدد الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا ترغب في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط بالرغم من ضرباتها العسكرية ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، ضربات تؤكد إيران أنها لم تلحق ضررا بالغا في صفوف ميليشياتها ولم تؤثر على قوتها الفعلية في المنطقة، وهو خلاف ما يعلنه المستهدفون في كل مرة. وفي ذات السياق قال مراسل حلب اليوم إن طائرات حربية استهدفت مواقع قوات سلطة الأسد وميليشيات إيرانية في مديرية الخدمات الفنية جنوب مدينة حمص ومبنى سكني بحي الحمراء. وأضاف مراسلنا أن القصف أدى إلى مقتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، فيما تحدثت صفحات محلية عن مقتل 10 أشخاص بينهم القيادي في حزب الله المدعو أحمد سمير قنبر واثنان من جنسية غير سورية لم تحدد وإصابة آخرين بجروح. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 5 من عناصرها باستهداف طائرة مسيرة تتبع للميليشيات الإيرانية لموقع في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. وأشارت قسد في بيان لها إلى أن المسيرة الانتحارية مصدرها مناطق غرب الفرات حيث تسيطر قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، مؤكدة أن الهجوم استهدف أكاديمية لتدريب قوات الكوماندوس التابعة لقسد في حقل العمر، معتبرة أن الهجوم يأتي نتيجة للتفاهمات أستانا وتجسيدا لها وفق البيان. أعلن الجيش الأردني عن مقتل 3 مهربين وإصابة آخرين بجروح خلال إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية بحسب وكالة الأنباء الأردنية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري إنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم محاولة تسلل وتهريب وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وقد أصيب خلال العملية أحد عناصر حرس الحدود الأردنية، فيما أكد المصدر أن القوات الأردنية مستمرة في عملياتها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. عقب زلزال شباط المدمر التزام متزايد بالمعايير الهندسية خلال تشييد المشاريع الجديدة في الشمال السوري. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قبضت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين على المسؤول عن تفجير الدراجة النارية في عفرين والذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وفق مصادر لحلب اليوم. وقالت المصادر إن المسؤول عن التفجير اعترف خلال التحقيقات أنه طلب من أحد الأطفال بعد إعطائه الدراجة أن يركنها عند دوار النيروز وسط مدينة عفرين. وأضافت المصادر أن المسؤولين عن تفجير عفرين أمس هم أنفسهم كانوا قد نفذوا تفجيرات مشابهة في حي الأشرفية ودوار النيروز في الأسابيع الماضية. وكان مراسل حلب اليوم قد توجه إلى مكان الانفجار وأعد لنا المادة التالية. هذا انفجار قوي منذ قليل مدينة عفرين. طبعا هذا الانفجار تبين أنه ناجم عن انفجار دراجة نارية كانت مركونة في هذا المكان، وأسفر هذا الانفجار بحسب معلومات أولية عن سقوط 5 إصابات طبعا كحصيلة أولية، ومن بين هذه الإصابات كان هنالك طفل، بالإضافة طبعا لعدد من الأضرار المادية للسيارات وأيضا للمحال الموجودة بمحيط
هذه المنطقة. طبعا ساحة النيروز هي ساحة حيوية وهي تعتبر وسط مدينة عفرين طبعا، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترات السابقة عثرت الجهات المختصة هنا على العديد من العبوات المعدة للتفجير وقامت بإتلافها. وصيل أحمد حلب، اليوم عفرين. وينضم إلينا مراسلنا قصي أحمد من عفرين. أهلا بك قصي، هل وصلكم أي معلومات رسمية حول هوية منفذ ومخطط الهجوم ولمن يتبع؟ نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني أعلنت السلطات الأمنية خلال الساعات السابقة عن تمكنها من إلقاء القبض على منفذ العملية أو التفجير الذي حدث البارحة في ساحة النيروز في عفرين، لكن حتى هذه اللحظة لم يعني تفصح الجهات الرسمية عن هوية منفذ هذه العملية أو الجهات التي تقف خلفها. يعني ممكن بتقاطع بعض المعلومات، الجهات المختصة هنا ذكرت بأن يعني منفذ أو منفذ العملية هو عبارة عن جزء من خلية كانت مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات إن كان في الأشرفية وفي مناطق أخرى. وسابقا يعني عندما حدث تفجير الأشرفية الذي حدث في بشارع السرفيس هناك، أعلنت حينها مصادر أمنية بأن قوات سوريا الديمقراطية هي من تقف خلف ذلك الانفجار. ممكن يعني من خلال تقاطع بعض هذه المعلومات وهذه التصريحات ممكن يعني الاستنتاج بأن قوات قصد هي من تقف خلف تلك التفجيرات، ومن بينها التفجير الذي حدث البارحة بساحة النيروز في عفرين، لكن لا شيء رسمي حتى هذه اللحظة بانتظار انتهاء التحقيقات وأيضا بانتظار يعني انتهاء عمليات التحقيق في الحادثة ومتابعة كاميرات المراقبة التي تنتشر بكثرة بمحيط المنطقة التي حدث فيها التفجير ليلة البارحة. نعم نعم قصي، هل يوجد معلومات حول دوافع المنفذ ومنظمي الهجوم؟ يعني حتى الآن لم ترشح يعني معلومات كثيرة من الجهات الأمنية سوى المعلومات التي نشرت ومعلومات سابقة حول التفجيرات السابقة بانتظار الجهات المختصة حتى تنتهي من عمليات التحقيق مع الأشخاص الذين قبضت عليهم مساء البارحة. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا قصي الأحمد، كنت معنا من عفرين. ارتفعت أسعار العديد من المواد والسلع في مناطق سيطرة سلطة الأسد، وشملت الخبز والوقود والأعلاف، وذلك بعد إعلان حكومة الأسد زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50%. وأعلنت مؤسسة الأعلاف التابعة لسلطة الأسد عن زيادة أسعار مختلف المواد العلفية، وبرر مدير عام المؤسسة عبد الكريم شباط الأسعار الجديدة بارتفاع إجرة نقلها من مصدر الإنتاج إلى المستودعات عقب رفع سعر المازوت. وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى سلطة الأسد رفعت مبيع ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة سورية، وكذلك سعر مبيع لتر المازوت من 700 إلى 2000 ليرة، وهي مستويات تفوق قدرة المواطن السوري. بعد عام على زلزال السادس من شباط، ورغم جهود المنظمات الإنسانية واستجابتها للكارثة، إلا أن تلك العملية كانت مشوبة بنوع من الفوضى بسبب غياب التنسيق. لذلك أخذت ثلاث من كبرى المنظمات في الشمال السوري على عاتقها تأسيس تحالف لمجابهة الكوارث المحتملة وتنسيق الجهود بينها. بعد أقل من شهرين تلت كارثة الزلزال المدمر التي ضربت مدينة جنديرس شمال حلب، تمكنت مدرسة يوسف العظمى أكبر مدارس جنديرس من فتح أبوابها أمام الطلاب بفضل جهود المنظمات العاملة التي صبت جل مشاريعها في المناطق المنكوبة، وكان لها دور كبير في تعافي المناطق وعودة الحياة لها. عندنا كان في عندنا أضرار بالسور وعندنا أضرار لبعض الغرف الصفية وعملية الدهان وتمديدات كهربائية وغيرها، والحمد لله رب العالمين إعادة العمل أو الترميم عفواً
أدى لانطلاقنا بالعملية التعليمية مباشرة بعد الزلزال، تقريبا ما يقارب شهرين كنا منطلقين بالعملية الحمد لله رب العالمين. خلقت كارثة الزلزال تحالفات إنسانية ولدت عقب الكارثة، شكلت نقلة نوعية في مجال العمل الإنساني، كالتحالف العملياتي الذي ضم تحت جناحه ثلاثا من أكبر المنظمات العاملة في الشمال السوري، ما أعطاه زخما وقوة كانت حاضرة من خلال المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية للمناطق المنكوبة. طبعا التحالف العملياتي هو الغاية الأساسية أو الفكرة الأساسية منه تنفيذ عمل متكامل من ثلاث منظمات كبيرة تعمل لتغطي كل الاحتياجات، يعني كل القطاعات. طبعا نحن بالمنتدى ما عندنا قطاع طبي، فكانت سامز هي القطاع الطبي تغطيه كاملا، واخوتنا في الخواز البيضاء هو انقاذ الحياه وطرقات وكل هالامور هي مع بعضها. اعادت كارثه الزلزال تعريف مفهوم الاستجابه الانسانيه بوصفها انتصارا لرغبه الحياه. جميع الفعاليات المدنيه تحملت المسؤوليه الملقاه على عاتقها. وكان العمل الجماعي مثمرا وأنتج تحالفات على الأرض تركت بصمتها على واقع السوريين. لطالما كان دور المنظمات إيجابيا في كارثة الزلزال، وبمساندة منها تمكنت المؤسسات من النهوض بنفسها بمختلف المجالات وسرعت إعادة الحياة للمناطق المنكوبة. أحمد شمالي، حلب، اليوم، جند. هذا وزار وفد أممي مخيمات ريف إدلب الشمالي، واجتمع مع المنظمات المحلية في منطقة معرة مصرين بهدف إحياء الذكرى الأولى لكارثة الزلزال المدمر. وكذلك عرض الوفد أعمال الأمم المتحدة وشركائها خلال العام الفائت. المزيد في تقرير مراسلنا. مئة عائلة من متضرري الزلزال تسكن في مخيم دار الكرام الذي أنشأته منظمة جول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ضمن برامج التعافي المبكر لديها. وصل وفد الأمم المتحدة إلى هذا المخيم والتقى العوائل التي استفادت من هذه المشاريع وسجل متطلباتهم في سبيل السعي لتأمينها لهم. زارنا وفد من الأمم المتحدة وكانت مطالبنا على الشكل التالي، هي التوسع في بناء المدرسة لأنه مدرسة صغيرة استيعابها لعدد أطفال لا يكفي، هذا توسعة. وبالنسبة لمشروع صحي هذا كمان طالبنا فيه، وتوسيع البناء علما أنه صار في أكثر من عائلتين في شقة واحدة، هذا اللي طالبنا فيه بالنسبة للأمور هاي. أنهى الوفد زيارته للمخيم وتابع المسير لاجتماعه مع شركائهم من المنظمات المحلية، اجتماع حمل اسم حزمة، استعرض فيه مسؤول مشاريع التعافي المبكر أعمالهم التي وصلت قيمة تنفيذها لأكثر من 50 مليون دولار، واستفاد منها أكثر من 3 ملايين سوري موزعين على كافة المناطق التي تضررت بفعل الزلزال. الذكرى السنوية للزلزال السادس من شباط جئنا اليوم لمناطق شمال سوريا لاستطلاع أوضاع الناجين من هذه الكارثة والتحديات التي يواجهونها، وخصوصا في فصل الشتاء، وتحسين أوضاعهم من خلال التنسيق مع المنظمات الشريكة العاملة على الأرض. كما أود أن أنوه أن سنة 2024 تمثل تحدي لنا خصوصا من ناحية التمويل. هنالك عدة بلدان حول العالم تعاني من أزمات إنسانية، سنسلط الضوء ونستجيب على البلدان الأكثر حاجة ونحرص على أن تكون مناطق شمال سوريا غير منسية. غالبية منظمات المجتمع المدني العاملة في مناطق شمال غربي سوريا حضروا هذا الاجتماع الذي عقد لأول مرة بينهم وبين مسؤولي وكالات الأمم المتحدة بعد حادثة الزلزال المدمر، وناقشوا عروضهم التقديمية التي تلخص أعمالهم واستجاباتهم خلال فترة التعافي من الزلزال، بغية الحصول على مزيد من الدعم في ظل انسحاب عدد من الدول من دعمها للملف السوري. اجتماع عدد معظم المنظمات أعمالها اللي عملتها استجابة لكارثة الزلزال اللي صارت في عدة قطاعات، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الشلتر، المأوى. فكان عرض لأعظم الأعمال والبرزنتيشن تقدمت من جميع الأطراف تأييدا أو تأكيدا على العمل المتضافر خلال هاي الفترة الكارثية اللي مرقت علينا في الشمال السوري.
يعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضربت شمال غربي سوريا. هذا الاجتماع جاء بعد زيارة وفد الأمم المتحدة لعدد من المشاريع التي ينفذها شركاؤهم في مناطق شمال غربي سوريا، زيارة يرجو منها سكان هذه المنطقة أن تكون في صالحهم في ظل شح المساعدات الإنسانية المقدمة لهم. سعيد السعيد، حلب اليوم، من ريف إدلب الشمالي. رغم مرور عام على كارثة الزلزال، لكن تداعياته على الحركة العمرانية لا تزال حاضرة في مدينة الباب وريفها شرقي حلب، حيث تأخر إنجاز الكثير من المشاريع خوفا من الهزات الارتدادية. التفاصيل مع مراسلنا سراج الشامي. عام مضى على الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا، لكن آثاره لا زالت باقية في نفوس المدنيين في ريف حلب الشرقي، فالدمار الذي خلفه وما تبعه من هزات ارتدادية أدت لتباطؤ عجلة البناء وتوقف العديد من المشاريع داخل المنطقة. أنا واحد الناس متضررين من هذا الشيء كمستثمر، عندي مشفى في قباسين، مشفى خاص، فتغير كثير حقيقة وصار عندنا تلكيع في الوقت، وغيرنا أكثر الشيء الديكورات الخارجية، كنا نعملها حجر سوري، هلأ التفتنا للفلين والفوم كعازل، وبنفس الوقت ما يعني ما على الهزات ما بيشكل خطورة على البشر. رغم قلة الخسائر التي خلفها الزلزال في مدينة الباب وريفها، لكن عشرات المنازل تضررت جدرانها وأسقفها بشكل جزئي، ما اضطر قاطنيها لتركها، حيث ما زالت عمليات الترميم مستمرة لقرابة 120 منزلا يقوم بها المجلس المحلي في قباسين بالتعاون مع عدة منظمات داخل المنطقة. تم إلى الآن ترميم أكثر من 100 منزل، ولا زال العمل جار حتى استكمال بقية المنازل المتضررة. نقوم بهذه المشاريع لتعود الحياة كما كانت عليه قبل الزلزال، لتشجيع عجلة البناء والعمل داخل المنطقة، وذلك لتخفيف العبء عن أصحاب المنازل المتضررة من الزلزال. تباطؤ عجلة البناء وخاصة للمشاريع الكبيرة تركت تداعياتها المادية على العاملين في قطاع البناء شرق حلب، حيث اقتصرت أعمالهم على مشاريع الإصلاح والترميم. يأمل الأهالي داخل مناطق ريف حلب بانتهاء الهزات الارتدادية داخل المنطقة وعودتهم لحياتهم الطبيعية بعد أن تسببت بإيقاف عجلة البناء داخل المنطقة وألحقت أضرارا بالمشاريع الحيوية. من داخل مدينة الباب، سراج الشامي، قناة حلب اليوم. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله.